لو في حد حاسس انه ممكن يظلمك او يسلبك حقك اطمن ربك موجود سبحانه وتعالى بيقول ان ينصركم الله فلا غالب لكم لا تتوقع الاسوأ لو نصرك ربنا وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون فلو ربك معاك هينصرك سبحانه وتعالى وهو معاك باذن الله فالتوكل التوكل المتوكل هو الانسان الجديد اللي بندور عليه